أكفش لعبة ممتعة تلعب من 2 لـ8 لاعبين. فكرة اللعبة بسيطة جدا، في كل كرت 8 أشكال، للي عليك تلاقي شكل مطابق من بين الأشكال اللي في الكروت. ما حتلاقي غير شكل واحد يتطابق ما بين كل كرتين زي ما أنتوا شايفين. تتكون أكفش من 5 ألعاب. اللعبة الأولى باسم البرج، أخلط الكروت ووزع لكل لاعب ورقة مقلوبة وحط باقي الأوراق في النص مكشوفة. اللعبة الثانية باسم البئر، في البداية حط ورقة عشوائية في المنتصف مكشوفة ووزع باقي الكروت على اللاعبين بالتساوي. يلا نبدأ، أكشفوا الأوراق. ثالث لعبة القنبلة الموقوتة، أخلط الكروت وأعطي كل لاعب كرت مقلوب. يلا نبدأ القنبلة الموقوتة. قل رابع لعبة الهدية السامة، أخلط الورق وأعطي كل لاعب ورقة مقلوبة وحط باقي الأوراق في النص مكشوفة. اللعبة الخامسة والأخيرة، اللعبة الخامسة الثلاثية.